الكار والكار كاين ديال البروج، كيقول لك ما كاينش. مشينا عندهم كاملين الكار ديال البروج كاين، كيقول لك وراه كاين، كيقول لك ما كاينش. مين فينا قطعنا البروج، قطعنا السطات، قال لك ها الكار ديال البروج هو كاين. دابا زقنا حنا غندير التبديل دابا، مشينا قال لك ما نبدلوش الوراق، دخلت الفلوس، قال لك ما نقدروش نبدلو الوراق. المشكل فين كاين؟ كاين قال لك في الفلوس ما نرجعوهاش لك. وفين غادي نمشي دابا؟ ها هو الكار ديال البروج اللي غنمشي انا عندي الوالده عندها 120 عام. قالوا انا غادي بها للدار دابا نبيتها نبيتها بالخلا. راه ماشي حق هذا، راه خاص واحد يبدلوا المحطه، خاص كل حاجه يديروا لها القانون ديالها. راه ضروري كل واحد كيمشي للمستوى ديالو. هنايا من 12 ربعنا هنا كيقول لك وحده وربع باقي يقلعوا الكار باقي ما قلع. دابا ما نعرف شحال الساعه واش. شنو هادشي؟ النظام ما كاينش، اللي غينبهك كتسولو قبيله سولنا قلنا لك كار ديال كازا، قال لك كازا ما كايناش. سولوا واحد قال لي نزكر، قال لي نزكر ما كايناش. المحطه هادي خويا في الاول كانوا دايرين الكرسيات حسن، دابا محطة لا علاقة. هاي المحطة زوينة، الديكور كاين، ولكن النظام ما كاينش. المشكل اللي واقع ليا كتبقاي واقفة وكيقول لك سيري من هنا ديز من هنا، ما كاين حتى نظام عندهم والو. دابا صار ليا جوج سوايع وانا جالسة هنايا والو، زحام بلا حتى شي حاجة. في الاول كنا كنقطعو عادي، دابا والو. الكهرباء باقي قالك حتى جوج ونص، وما كاتبين لنا في الورقة الوحدة ونص. هادشي بزاف. لا مازال ما لقينا الكرا. نتايا البنت عاد مشات تشوف اين كار كاين، والو ما عرفنا شيء، باقي ما لقينا لا كار لا حتى شي حاجة. ها من الوحدة وحنا واقفين، من الوحدة وحنا مقطعين، من الوحدة وحنا مقطعين. راه هي عرفتي انا باغي نمشي للدار البيضاء دابا مع الصباح مع 11، وباقي تنتسين دابا مع الدرية ديالي والزوجة ديالي الساعة 2، وحنا باقي ما خلصنا. رجع في الاول كار قال لك ما كاينش، رجعنا عتاني خدنا فلوس قطعنا وجا شو. انا قلت لك عشوائيه في التدبير وصافي.